السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنتعلم ازاي نقدر نتعرف على الوشوش او الوجوه في الصور باستخدام اوبن سي في. فخليكم معايا. تمام، فاحنا اول حاجه هنعمل امبورت للاوبن سي في وللباس اللي احنا هنستخدمه بس في حاجه معينه كده هنشوفها بعدين. وبعد كده هنقرا عندنا صورتين اتنين، لاول حاجه الاستاذ نعمان خان هنشوف الصوره بعدين، وتاني حاجه صور شويه اطفال كده نبقى نعرضهم برضك. تمام، وبعد كده عندنا حاجة اسمها XML Classifier. احنا عشان نقدر نتعرف على الصور اللي عندنا لازم نستخدم حاجة اسمها Hard Cascade. ال Hard Cascade ديت خوارزمية والكلام ده كله، فبلاش نخش فيها يعني. احنا ان شاء الله تمام بالمرة، احنا ان شاء الله هنبقى هنعمل بلاي ليست برضه جديدة مخصصة بس للخوارزميات عشان الكمبيوتر فيجن، فهنشرح فيها كل حاجة ان شاء الله. فلو في اي حاجة انت مش فاهمها او في حاجه يعني مثلا مش مقتنع بقى والكلام ده كده، ان شاء الله برضك هنوضحها بالتفصيل اكتر في بلاي ليست جديده ان شاء الله فيها كل الخوارزميات بتاعه الكمبيوتر فيجن. فالفكره هما بيتعرفوا على الوجوه ازاي، ان هما جابوا مجموع داتا. الداتا ديت عباره عن صور فيها مقسومه مجموعتين اتنين، صور كلها وفيها وشوش او وجوه لناس واشخاص، وصور تانية ما فيهاش اي وجوه لا او اشخاص. تمام، فبعد كده خلوا بقى ان هما فضلوا يدربوا الموديل بتاعهم او الخوارزميه بتاعتهم، وبعد كده حفظوا بقى اللي طلعته الخوارزميه ديت في ملف XML. ممكن نعتبر الملف XML ده بيحفظ قيم معقده جدا او معادله رياضيه كبيره جدا جدا، ماشي؟ فممكن نعتبره ان هو كده اعتبار يعني. تمام، بس فاحنا عشان نقدر نتعرف على الوشوش او الوجوه اللي موجوده عندنا في الصوره لازم نستخدم الملف XML بتاعها. تمام، فهو لما بنيجي نستخدمه اوبن سي في بتقرا اللي موجود جواه ده، وبتقدر تفهم بقى ان انت عايز تحدد الوشوش او الوجوه اللي موجوده عندك في الصوره. تمام، طيب هنلاقي ملف الاكس ام ال دي فين؟ هتلاقيه يا سيدي، انت لو انت جيت كتبت عملت برنت الجزء ده كده سي في 2 وبعد كده فايل، ده هيديك المكان اللي موجود فيه سي في 2 اللي انت مسطب فيه المكتبه. فهو لما لو جيت طبعت الجزء ده هيديك المسار ده، هيديك المكان ده. تمام، اللي هو الفايل ده. تمام، طب انا مش عايز الفايل دي، انا عايز مين؟ انا عايز الفولدر اللي موجود فيه، الفولدر اللي متسطب فيه الاوبن سي في. فهنديله مين؟ هنقول له باس دوت دايركتوري نيم، ماشي؟ دوت دايركتوري نيم، فهيديك مين؟ هيديك المسار ده، هيديك الفولدر ده. طيب البتاع الهارد كاسكيب بقى والاكس ام ال فايلز هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في فولدر اسمه داتا، وجوه الفولدر بتاع الداتا دي هتلاقي الملف اللي احنا عايزينه. اللي احنا عايزينه عباره عن مين؟ عباره عن الفرونتال فيس كاس ديفولت. تمام، فرونتال فيس ديفولت اللي احنا عايزينه. بس طب ليه انت ما استخدمتش مثلا ايه، ليه انت ما عملتهاش مثلا كده؟ ليه انت عملتها كوميا وبعد كده استخدمت الجوين بتاعه الباس والكلام ده كله؟ الفكره ان انت مثلا انا كان ممكن اعملها كده واحط هنا مثلا زائد، بس لا، الفكره ايه؟ الفكره ان انا مثلا في الويندوز احنا بنستخدم هنا باك سلاش، ماشي؟ السلاش بتاعتنا عامله كده. تمام، انما لو انت عملت مثلا عملت ران للكود مثلا في ماك او لينكس هتلاقي الباك سلاش ديت عباره عن فورورد سلاش عامله كده. تمام، وبالتالي لو انا جيت كتبت الكود بتاعي على اساس ان انا بستخدمه على ويندوز كده، فهيديك ايرور لو انت عملته على لينكس او ماك. تمام، فالحل بقى ان في ان الباس، ماشي، بتدي لها مين؟ الباس دوت جوين دي بتدي له بس الاجزاء اللي انت عايز تعملها وتخليها مثلا مسار، وبقى على حسب النظام التشغيل اللي موجود عندك في على الجهاز بيقدر يعرفك بقى تستخدم باك سلاش ولا فورورد سلاش. تمام، فلو انك جيت عملت ران مثلا، تعالى كده، تعالى معلش نعمل كومنت للجزء ده. فلو انا جيت عملت ران للجزء ده كده، شوف هو عملها لك كلها باك سلاش، كلها باك سلاش. تمام، من غير ما انا اكتب حاجه ولا اعمل اي حاجه خالص. انت لو عملت نفس الجزء ده على ويندوز على لينكس مثلا، فهتلاقي ان كل الباك سلاش ديت اتعملت فورورد سلاش. تمام، فده بس عشان ايه؟ يقدر يشتغل على اكتر من نظام وما يحصلش اي اخطاء بسبب المسار والكلام ده كله. تمام، بس فدي وطبعا انت لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان في ملفات اكس ام ال كتير جدا، يعني واحد مثلا بيحدد العين، واحد مثلا يحدد النظارات، نظاره العين، واحد يحدد الابتسامه، الكلام ده كله. كل ده ان شاء الله برضك هنبقى نعمل عنه فيديوهات ونوضحه اكتر ان شاء الله. طيب تعالى بقى نشوف هو بيبدا ازاي. اول حاجه بقول له درو، وبعد كده بديله مين؟ بديله الصوره اللي عندي، ماشي؟ الدرو دي بتعمل ايه؟ بترسم المستطيل حوالين الوش، ماشي؟ دي بترسم بس مستطيل وخلاص. تمام، بديلها الايمج والمستطيل اللي انا عايز ارسمه والتايتل اللي هي تعرضه، ماشي؟ فانا هديلها الايمج اللي هي خان، والمستطيل هيجي من الميثود ديت هنتكلم عنها بعدين، والخان دي اللي هو ايه؟ اسم الويندو اللي هتظهر. تمام،
فهو يجي على الاكس وواي وويتس وهايت ماشي، وبعد كده يعرض مين، يرسم المستطيل عندنا. طيب الريكتانجل دي جت منين؟ جت من الميثود دي بقى اللي هي بتبدأ بقى تتعرف على الوشوش بالذات نفسها. فاول حاجة هندي لها الايمج اللي احنا عايزينها، تمام. طيب بعد كده هنحولها لجري سكيل، الابيض واسود. طب ليه؟ هقول لك يا سيدي، بص خدها قاعدة عامة كده، لو في اي صورة او اي حاجة تقدر تتعرف عليها انت كانسان، يعني تقدر تتعرف عليها من غير ما تشوفها بالالوان، يبقى خلاص انت تقدر تحولها لجري سكيل، تمام. انما لو مثلا حاجة لازم تشوفها بالالوان عشان تقدر تتعرف عليها، فديت لا، ديت يبقى ايه، مش لازم، ما تعملهاش جري سكيل. كمثال الوشوش مثلا، انت ممكن مثلا في الافلام الابيض واسود ممكن تتعرف على الوشوش، ممكن تعرف مثلا دي مين ودي مين من بالابيض واسود من غير الوان ولا اي حاجه. على عكس مثلا اشارات المرور، اشارات المرور لو انت جيت عملتها مثلا بالابيض واسود، فانت مش هتقدر تفرق ما بين اللون الاحمر واللون الاخضر واللون الاصفر والكلام ده كله، تمام. فدي حاجه مهمه جدا تخلي بالك منها. طيب فهنحولها اول حاجه جري سكيل، وكمان جري سكيل لو انت هتحولها جري سكيل بيبقى سريع اكتر، يعني بتوفر عليه شغل كتير جدا وبتوفر مشاكل كتير، وهيخلي الخوارزميه اسرع معاك بكتير، تمام، عشان هو دلوقتي بيشتغل على طبقه واحده بس، تمام. انما لو انت مثلا بتخليها بالالوان هيشتغل على 3 طبقات، تمام. طيب طبعا الكلام ده كله احنا اتكلمنا عنه قبل كده في اللي هي بلاي ليست بتاعت اوبن سي في المبتدئين، فلو انت لسه ما اتفرجتش عليها او فيا ريت ترجع وتشوف الحاجات دي كلها، ان شاء الله احنا وضحناها بالتفصيل هناك، تمام. طيب بعد كده عندك مين، هنستخدم بقى دي بقى اللي هو ايه، هنبدا بقى نتعرف على الفيس. اول حاجه كاسكيت كلاسيفاير، وتدي له مين، تدي له الملف الاكس ام ال. كاسكيت كلاسيفاير ده يعني بتدي له بس هو في يعني ايه وظيفته، ان هو بس يعمل مين، يعمل ديكودنج او يقرا الملف الاكس ام ال بتاعك ده، تمام. فلو انت مثلا اديت له ملف اكس ام ال عشان يتعرف على الابتسامه ماشي، او يتعرف على العين او يتعرف على اي حاجه، هو هيعمل بس هيقرا ويفهم ان انت عايز تتعرف على الحاجه المعينه دي، تمام. فانا هدي له ملف اكس ام ال بيتعرف على الوش، تمام. فكده الكاسكيت كلاس الفرونت الفيس كلاسيفاير ده بيتعرف على الوشوش دلوقتي. فانا هنادي على مين، هنادي على الميثود اللي اسمها ديتكت مالتي سكيل، وابدا بقى ادي له البارامترز اللي انا عايزها، تمام. طب ليه اسمها ديتكت مالتي سكيل؟ ديتكت مالتي سكيل اسمها كده عشان ان هي بتقدر تتعرف على الوشوش باكتر من حجم معين. ازاي يعني؟ يعني هقول لك، لو مثلا الصوره اللي عندنا كان فيها الوش قريب للكاميرا قوي، فهتلاقي ان الوش كبير، تمام. ومثلا لو في نفس الصوره كان في واحد مثلا واقف بعيد خالص، فهتلاقي وشه صغير. فالفكره بقى ان هي هتقدر بديتكت مالتي سكيل ان هي تقدر تتعرف على الوش الكبير وتقدر تتعرف على الوش الصغير، تمام. فدي الفكره كلها، عشان كده اسمها ديتكت مالتي سكيل، تمام. طيب بدلها مين، بدلها الايمج اللي عندنا اللي هي جراي سكيل ايمج، وبعد كده مين، بدلها حاجه اسمها سكيل فاكتور. سكيل فاكتور ده هقول لك الفكره فيه ان هو بيجي على الصوره بتاعتنا ديت ويفضل يصغرها بمقدار معين، تمام. يعني هنا في الجزء اللي عندنا هنا هيصغرها بمقدار 5% او 5%، تمام. هيفضل يصغر في الصوره بتاعتنا مقدار 5% 5% 5%، يفضل يصغر فيها كده، فهيبان كانها بتكون هرم. هو ده اسمه ايه، سكيل بيراميد، اسمه سكيل بيراميد، تمام. طب وظيفته ايه او فايدته ايه؟ الفكره مثلا ان لما هم جم دربوا الصور اللي عندنا مثلا، او جم دربوا الخوارزميه ديت او الهاركس كده عشان يتعرف على الوشوش، هم مثلا استخدموا يتعرفوا على الوشوش مثلا بمقدار معين اللي هو مثلا وش ابعاده 200 في 200، تمام. فلو انت مثلا لما تيجي تخلي تدي له الصوره مثلا الوش فيها مساحته مثلا 500 في 500، فهو كده هيبقى صعب عليه. فالفكره ان هو بقى احنا نجيب الصوره بتاعتنا ونفضل نصغرها ماشي، نصغرها بحيث ان هي تبقى قريبه من الابعاد اللي هو اتعرف عليها اصلا لما كان بيتدرب على الداتا اللي اوبن سي في دربته عليه، تمام. وبالتالي هيقدر بقى ان هو يقدر يتعرف على الوش اللي عندنا، تمام. فعشان كده احنا بنقدر نصغر الصوره بتاعتنا شويه عشان لو الوش كبير نصغره، وبالتالي يبقى قريب من الوش اللي هو متدرب عليه او الوش اللي هو بيقدر يتعرف عليه، تمام. طب انت ممكن تقول لي طب ليه 1.05؟ ما المفروض مثلا احط 5 مثلا او احط 0.05 عشان يقدر بس يتعرف على الصوره، ماشي. الفكره ان هو بيستخدم 1.05 عشان يعني ايه، يقول لك ان الصوره اللي انت واقف عليها ديت ماشي اكبر من الصوره اللي فوقك بمقدار 5%. يعني لو انت الصوره اللي احنا واقفين عليها 1.05، الصوره اللي فوقنا 1، وهكذا يعني، تمام. وهو نفس المعنى بالظبط، ان احنا بنصغر الصوره اللي فوقنا بمقدار 5%،
عارف ان هي حاجه ملعبكه وملهاش يعني ملهاش لازمه خالص، بس هو اوبن سي في برمجتها كده يعني، هم عايزين كده فهنفضل شغالين معاهم سواء ما يحبوا يعني. تمام. فالفكره ان انت بس ايه، هتحط 1.05 او 1 بوينت المقدار اللي انت عايز تقلله. تمام. وبعد كده من نيبرز ديت معناها ايه، الهارد كاسكيد بيستخدم حاجه كده مستطيلات بس ايه، مستطيلات عشان يقدر يتعرف على الوش. طبعا كل ده هنفهمه لك اكتر او اوضحه لك اكتر في البلاي ليست بتاعت الخوارزميات، بس الفكره ان هو في مستطيلات كده بيفضل يمشيها على الصوره كلها. تمام. مثلا لما بقى يلاقي مثلا ايه جزء معين من الصوره في يعني عدد كبير قوي من المستطيلات ديت او الحاجات اللي هو بيتحدد بها الوش ديت، فيبقى هو كده ايه اتعرف على الوش. تمام. فانت المين نيبرز ديت يعني بتحدد له ايه، عايز كم مستطيل عشان اقدر اتعرف على الوش. تمام. فلما انت تقول له مثلا لما تلاقي 5 مستطيلات مثلا موجوده في منطقه معينه يبقى هو دي وش. تمام. او ممكن طيب، طب ميزتها ايه لو انت مثلا قللت مثلا رقم 5، قللت المين نيبرز ديت وخليتها مثلا ايه 1، هتلاقي ان حاجات كتير جدا عندك في الصوره بتتعرف على كأن بيرسم حواليها مستطيلات بيقول لك ده ديت وش. تمام. ولو انت خليتها تكبر قوي يعني مثلا خليتها 15 او 20 برضك، هتلاقي ان الوشوش اللي عندك صغرت يعني، او في وشوش ما تتعرفتش عندك. ليه؟ عشان مثلا لو وش كان صغير اساسا في الصوره، تمام، وانت جيت عملت له اساسا يعني ايه، عملت له سكيلينج او صغرته فبقى صغير اكتر. تمام. وبالتالي لما يجي مثلا يمشي عليه في الصوره هتلاقي ان عدد المستطيلات اللي جت عليه قليلين. تمام. وبالتالي انت بتقول انا عايز مستطيلات كتيره وهو عدد المستطيلات عنده قليله، فبالتالي مش هيتعرف عليه. تمام. فهو الفكره في كده، الفكره ان انت ايه المين نيبرز ديت يعني خليها حاجه بين يعني وسط كده يعني، خليها ايه 5 3 في الحدود ديت كده. تمام. عشان لو وش مثلا صغير يقدر يتعرف عليه، ولو وش كبير يقدر يتعرف عليه. طبعا الوش الصغير هيبقى عدد المستطيلات اللي هتظهر فيها تبقى صغيره، انما الوش الكبير على المستطيلات هيبقى مساحته كبيره وهيبقى يعني ايه عدد المستطيلات اللي هتظهر فيه كبير. تمام. فالمين نيبرز دي بس ايه دي يعني حاول تتخلوا قيمه متوسطه شويه. طب المين سايز، المين سايز دي معناه ايه؟ يعني اصغر حجم للوش اللي اقدر اتعرف عليه. فانت بتقول له هنا 30 في 30، 30 بكسل في 30 بكسل. يعني لو لقيت وش اصغر مثلا او لقيت حاجه اصغر من 30 في 30 ما تتعرفش عليها كانها وش. تمام. بس كده. فهو دي يعني ايه ديت اهم حاجه، بس يعني ايه دي اهم بارامترز انت تحددهم بس. تمام. طيب طبعا لو مثلا حصل اي خطا او حصل او اي حاجه يعني اول حاجه مثلا تبدا تدور عليها مثلا ولا حاجه او تعدلها، اللي هو السكيل فاكتور ده، حاول تعدله مثلا تقلله شويه او تكبره شويه على حسب بقى الخطا اللي ظهر عندك في الصوره. يعني مثلا اتعرف الصوره مثلا فيها 4 وشوش واتعرف مثلا على 5 قال لك ان فيها 5، فانت تيجي على السكيل فاكتور ده وتكبره شويه. تمام. وهكذا يعني. طيب فبس كده. وبعد كده هي بترجع لك الريكتانجلز. الريكتانجلز دي عباره عن ايه؟ عباره عن ليست، وكل ليست كل عنصر جوه الليست دي عباره عن ايه؟ عباره عن توبل. التوبل دي عباره فيه قيم ايه؟ في الاكس والواي والويتس والهايت. الاكس والواي اللي هو القيمه اللي فوق على الشمال بتاعه المستطيل، والويتس والهايت اللي هم بتاع العرض والطول بس. تمام. فدي اللي احنا استخدمناه هنا، هم دي اللي احنا استخدمناه عشان نقدر نرسم المستطيل بتاعنا. تمام. بس فاول حاجه هنعرض الصوره اللي عندنا، وبعد كده هنخليها بقى تعرض لنا الصوره بعد ما اتعرفت عليها. تعالى كده نشوف ايه ادي الصوره اللي عندنا اهي. تمام. استاذ نعمان خان طبعا يعني الراجل ده بحبه جدا والله، يعني يا ريت لو انت ما تعرفش عنه حاجه اعمل سيرش عنه بس نعمان خان، يعني صراحه رهيب بجد والله. تمام. بس فدي ادي اتعرف على الوش اللي عندنا هنا اهو. تمام. بس تعالى بقى نشوف مثلا ايه الميزه في الخوارزميه ديت، ان هي ما بتتعرفش على وش واحد بس، لا ده بتتعرف على اكتر من وش كمان، يعني مثلا على اكتر من شخص جوه الصوره. هو طبعا لما جه هنا تمام، فلو احنا جينا بصينا هتلاقي ان هو هنا عامل ايه، بيقول لك انا اتعرفت على 2 في الصوره. 2 ازاي وهو شخص واحد؟ هتلاقي ان المستطيل لو احنا جينا عملناها ران هتلاقي ان المستطيلين الاثنين راكبين فوق بعض، يعني المستطيل ده هنا كده وفي مستطيل فوق كمان. ف ممكن برضك انت تعمل مثلا تعدل برضك في الحاجات دي كلها بحيث ان هو ايه يعني تخليه ان هو مستطيل واحد بس اللي يظهر. تمام. تعالى بس هقول لك على حاجه تانية، تعالى بس نشوف كده لو هيقدر يتعرف على اكتر من وش. تمام. تمام. فهو اتعرف على فعلا على الاربع وشوش هم، بس في وش في مستطيل هنا بيقول لك انا لقيت 5. فهو ازاي؟ فالفكره تعالى بقى نعدل مثلا الجزء ده نخليه مثلا ايه،
بدل 5% نخليها 15%. تمام، تعالى برضك نشوف صورة أستاذ نعمان خان أهو. هو اتعرف على الأربع وشوش أهمت أهو هنا. تمام، شوف هنا بيقول لك إيه، I found one people اللي هو صورة أستاذ نعمان خان، و I found four people اللي هو صورة الأطفال اللي كانت ظاهرة دي. بس كده، فالفكرة إن أول حاجة تبدأ تغيرها اللي هو السكيل فاكتور ده. تمام، بس كده. فكتدريب ليك بقى، إن أنت أنا عايزك بقى إيه تطبق الخوارزميه ديت او الحاجه اللي احنا اتعلمناها ديت على فيديو، تجيب مثلا فيديو لنفسك او تطبق عليها في وتخليه يتعرف على الوشوش اللي موجوده في الفيديو ديت، او ان انت مثلا تشغل اللي هو مين الويب كام وتخليه يتعرف عليك في الويب كام، يعني تخليه ان هو يحدد وشك في الويب كام. اوبن سي في للمبتدئين برضك شرحنا ازاي تقرا فيديو وازاي تقرا من الويب كام والكلام ده كله، فماشي. فكتدريب ليك على الحاجات دي كلها، حاول تقرا الكلام، تعمل الكلام ده وتطبقه على فيديو. تمام، بس فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.